بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. في البداية بشكر الأستاذ الدكتور لبنى، الأستاذ الدكتور أولياء، الأستاذ صلاح على الدعوة الكريمة، وأتمنى لكم دايما كل توفيق ونجاح. يعني طبعا هو صعب عليكم تسمعوا وصعب عليا كمان أتكلم دلوقتي، لكن هنحاول نكونكلود. الدايابيتس وز ليفر ديزيز، الأجندة بتاعتي هم ثلاث حاجات. الجولز تريتمنت في تايب 2 دايابيتس مش هيختلف في الليفر ديزيز عنه في أي حاجة تانية. إحنا عندنا المحاضرة دي لما كانت بتتقال من 4 5 سنين كان كلها ثلاث ارباعها وبقى اتش سي في. الحمد لله ربنا عافانا منه. كان كل الكلام دايما اتش سي في ازاي بيعمل دايابيتس وازاي الانتي فايرال ماركر بتعمل نفسها دايابيتس، وكان كل الكلام. دلوقتي الدنيا اتغيرت شوية، هنتكلم يمكن النافلد هياخد مننا الجزء الاكبر، والليفر سيروزس دي كومبنسيتد ليفر ديزيز. وهنحاول ان كل حاجة نقول مسج. المسج بتاعت الجولز، انا بعالج سكر ليه؟ مش عشان الهايبر جلاسيميا في حد ذاتها، كواليتي اوف لايف في شكل افويد الهايبوجلايسيميا وافويد الويت جين وبريفنشن اوف كومبليكيشن. وهنشوف ان النافلد نفسه اللي احنا بنتعامل معاه، كنا زمان لما لقى حد اشعته بس الفيرال ماركر نيجاتيف وفيها دهون على الكبد، اروح انت زي الفل، ده عندك دهون على الكبد. لا، الكلمه دي بقت كلمه سهله، يعني كان زمان بنقولها سهله وبنقولها كانك بتقول مبروك للعيان. دلوقتي لا، هنلاقي ان الموضوع اختلف وان لازم يبقى ليها ابروتش، لانه مع الوقت نسبه منهم بتتحول وبتبقى زي الاتش سي في، لكن على اللونج ران. التارجت بتاعنا هنا لو دورنا في الجايد لاين دي اللي اتعرضت يعني شفتوها النهارده 100 مره، مش هنلاقي مكان للليفر ديزيز في الموضوع. يعني هنلاقي الاثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز، هنلاقي الهارت فيلير، كرونيك كيدني ديزيز، لسه بس عاملين محاضره اليجنت سبيكر عليها. لكن هنلاقي، هتدور في 2000 على النافلد والادفانسد ستيج ليفر ديزيز. انت النافلد التارجت بتاعك ايه؟ الكي ماركر الويت لوس، فهتدور في الحاجه اللي فيها ويت لوس. الميديكيشن اللي بتعمل ويت لوس هتلاقي هي نفسها او معظمها هي الميديكيشن اللي بتحسن النفط، باستثناء البايوجليتازون اللي له سبيشال انتيتي فيها. الحاجه الثانيه في الادفانسد ستيج، هنا حته الهايبوجلايسيميا، العين اللي عنده ادفانسد ستيج ليفر دي كومبنسيتد ليفر سيروز، انت خايف من ايه؟ المين كونسيرن بتاعك ايه؟ اللايف اكسبكتنس بتاعت العين مش عاليه وعنده مشاكل كتيره، فما تضيفش انت مشاكل، هتبقى المين كونسيرن بتاعك هنا السيفتي وانك انت تافويد الهايبوجلايسيميا. يبقى في النفلد هنركز في الادويه اللي بتعمل ويت ريدكشن. في الليفر ديزيز او ادفانسد او دي كومبنسيتد سيروزس، عايزين حته السيفتي، العيان ما يخشش منك في هايبوجلايسيميا وانت عايز تعمل كنترول للليفر ديزيز. طيب النفلد ما بيجيش لوحده، مفيش عين هيجي نفلد لوحده، لكن جزء من ميتابوليك سندروم او جزء منها. يبقى العيان ما فيش عينه بيجي استياتوزس لوحده، فلازم تدور على بقيه البارامتر بتاعتها. احيانا بيبقى معاها اندوكرينوباسي، عيان البوليسيست، عيان البوليسيست كوفري معظمهم عندهم نافل. العيان الهايبوثايروديزم لو اوبيس شويه برضه، بعضهم مش كلهم، لان في هايبوثايروديزم ومش وزنهم مش مليان. النافل هتدور على انت خايف من ايه في النافل؟ انه يخش منك لو ما كانش دايبيتك يخش في دايبيتس او كارديو فاسكولار ديزيز او كورونيك كيدني ديزيز. يعني دي الكومبليكيشن اللي لو اتثابت، انا ما كانش عندنا جايد لاين واضحه، لكن بقى في كلينيكال براكتس جايد لاين عاملها الامريكان اسوسيشن اوف كلينيكال اندوكرينولوجي والكلينيكال اسوسيشن اوف ستادي اوف ليفر ديزيز عاملينها يمكن من شهرين بس، ويعني عاملين لنا كونكلوجن او جايد، لان ما فيش ولا دواء واخد اف دي ابروفال في النافل. لكن هنا حاطط لك ازاي تتعامل الجو تريتمنت الجوريزم. شوف التارجت هنا بتاع النفلد هتدور عليه في مين؟ العين البري دايابيتس او الدايابيتس او الاوبيزيتي، او لو عين عنده الليفيتد ليفر انزيمز وانت عملت اكسكلوجن لكل الحاجات الثانيه، عملت له اكسكلوجن دراج انديوز هيباتيتس او اوتو اميون هيباتيتس وخدت هيستوري فيزيكال اكزامينشن، طيب بتعالجه علشان عندك عشان حاجتين، ما يخشش منك في سيروزس، يعني النفلد ممكن يودي الى سيروزس بنسبه قليله. الحاجه الثانيه زيه زي عيان الدايابيتس، زيه زي عيان الميتابوليك سندروم، عرضه للكارديو فاسكولار ديزيز. وبالتالي هتلاقي اللي مكتوب اصفر هناك ده اللي هو مانجمنت اوف اوبيزيتي ودايابيتس وهايبرتنشن وديسبيديميا، هي نفس البارامتر اللي محطوطه للمانجمنت اوف دايابيتس. التارجت بتاعك هنا زي التارجت بتاع المانجمنت اوف دايابيتس، لانه معظم عيان السكر 70 80% عندهم استياتوزس، وبالتالي التارجت بتاعك انك انت تبريفنت الكارديو فاسكولار ديزيز. هم عملوا فايبروزس كير ريسك ستراتيفيكيشن، مين اللو ريسك ومين الهاي ريسك ومين الانترميديت ريسك. الانترميديت ريسك وهاي ريسك، اللو ريسك احنا ممكن نعالجه، هم الناس دي حاطين الجايد لاين للبرايمري كير والاندوكرينولوجيست. الحاجات اللي فيها هاي ريسك هتستخدم تكنولوجيا الاستوجرافي او محتاج بايوبسي، لا يبقى دي هتعالج الهيباتوريست. عشان كده المالتي ديسبلينري ابروتش ده مهم جدا في الموضوع. الاهم من كده هم ايه التارجت بتاعنا؟ ايه اللي ممكن نديه يحسن الفاتي ليفر ديزيز؟ الوحيد اللي كان له ايفيدنس هيستولوجيكال بيحسن في الليفر بايوبسي كان البايوجليتازون، لكن مشكله البايوجليتازون انه كان بيزود الميزان شويه، فكان بيحد من استخدامه شويه، وكنا بنخاف لو الانزيمز ثلاث اربع اضعاف كنت بتكش منه شويه. دلوقتي بقى في ادويه ثانيه بروميسنج، الجي ال بي 1
والاس جي ال 2 مع البايوجليتازون. يمكن اللي هتتعرض بعد شهر في ستوكهولم الدرافت بتاع الاي اس دي هكاتب جمله جميله جدا ودايما كنا بنقولها في المحاضرات، اللي هي ايه؟ الادويه الجديده بتاعت السكر حسنت استخدام الادويه القديمه، وكاتب نصا كده على البايوجليتازون، ان البايوجليتازون اللي كنا بنخاف نستخدمه سايد افكت دي مينيمايزد بالادويه الجديده زي اس جي ال 2 وجي ال بي 1. ليه؟ لانه كان بيحصل ويت جين، ده بيبقى مليوريت الويت. وحتى لما بتيجي تدي عيان بايوجليتازون مع اس جي ال 2 بتلاقي الويت لوس هو اللي ماركت، وبالتالي خدت البينفيت بتاعت البايوجليتازون في النافلت والاستياتو هيباتيتس، لانه له افكت كمان في الاستياتو هيباتيتس، اوكي، وفي نفس الوقت ما خدتش الويت جين وما خدتش الكومبليكيشن بتاعته. يبقى لو العيان بقى لو ريسك اس جي ال 2 جي ال بي 1 والبايوجليتازون. طب لو العيان ده انترميديت ريسك، الاس جي اللي طول لغايه دلوقتي اثبتت انها بتقلل الاستيتوزس، تقلل الليفر فين، لكن ما اثبتتش انها بتقلل الاستياتو هيباتايتس. في دراسات كتير اتعملت الفتره اللي جايه، واي ثينك انها هتثبت في الاخر انها ممكن تقلل الليفر فات. بالنسبه لكلمه الليفر فات دي بتتقاس، يعني هو الليفر فات تعريف الديفينيشن بتاع الاستياتوزس ان نسبه الفات او الويت بتاع الفات اكتر من 5% من وزن الليفر. لو تخطى ال 5% يبقى ده اسمه الاستياتوزس، لو عامل انفلاميشن وليفيتد ليفر انزيمز يبقى ده اسمه استياتو هيباتايتس. يبقى احنا هنا عندنا ماركر جديده، لكن ما فيش حتى هذه اللحظه اي دواء واخد اف دي ابروفال لهذا الموضوع. الجي ال بي 1 يمكن الميكانيزم الويت لوس، انه بيقلل الليفر فات وبيقلل كمان الاستياتو هيباتايتس بميكانيزمات مختلفه، وتاكيد اتقالت النهارده كتير. اس جي ال 2 نفسها ليها نفس الميكانيزمات، حتى الديزليبيديميا اللي كنا بنقول مثلا لو عيان عنده ليفيتد ليفر انزيمز كلنا كنا نخاف ما تدوش ستاتين، لا دلوقتي الستاتين شوفوا نفس الهاي ريسك بتدي وبتوصل عيان لاقل من 70 واقل من 50 لو العيان ده في هاي ريسك. اذا الستاتين برضو من ضمن الادويه المفيده في الايه، في النفل، مش زي ما كنا قبل كده بنكش ونخاف ان احنا نديها، لانه الليفيتد ليفر انزيمز دي نتيجه الليفر ديزيز مش نتيجه حاجه ثانيه. الوحش بقى اللي جاي اللي هو الترزيباتايد، يمكن انا اتكلمت عنه السنه اللي فاتت في الفيوتشر انجكتابل ثيرابي، اللي هو دول اجونست بقى جي ال بي 1 مع جي اي بي اللي لسه واخد ابروفال من حوالي شهرين ثلاثه، اللي بيعمل ويت لوس جامد جدا وله افكت زي ما انتم شايفين هنا على الليفر، بيحسن الانسولين سيفتي وبيقلل الاكتوبك في الليفر فات، يعني ده ايفيدنس انه بيقلل الاكتوبك فات في الليفر. الحاجه الاهم كمان انه الماركت ويت لوس، انه بيعمل حوالي 20% لوس، ودلوقتي هم خد ابروفال للدايبيتس وبياخد ابروفال كمان الفتره اللي جايه للاوبيزيتي، وبالتالي من الادويه اللي لو استخدمت ايرلي ممكن تعمل مش بس بريفنشن للستاتو بتاعت بريفنشن للدايابيتس نفسه لو انت استخدمته ايرلي. يمكن كان عندنا محاضره عن هذا الموضوع. الليفر سيروزس، ودي يمكن بيبر لسه برضو من شهرين ثلاثه، استعراض لكل ادويه السكر في عيان الليفر سيروزس. لو عيان كومبنسيتد هتستخدم زي الميتفورمين بحذر، سلفونيلوريا هتستخدم اقل تركيز، يعني هتستخدم جليمبرايد يبقى 1 مللي، هتستخدم جلايكوزايد يبقى 30 مللي، تبدا باقل جرعه عشان الهايبوجليسيميا. الالفا جلوكوزيز هيبيتور ده اللي كان موجود عندنا اللي هو جلوكوباي مكان، يعني دلوقتي يمكن مش موجود دلوقتي، ده كان من ضمن الادويه السيف لانه لوكال، لكنه برضه بيعمل جي اي تي ديستنشن ومبقاش متوفر قوي. البايوجليتازون قلنا هنستخدمها بس بحذر، لكن هو قسمهم هنا دي الكومبنسيتد تقريبا هتبقى معظمها طبعا جي ال بي 1 والاس جي ال 2 ما تدرسوش في السيروز، الكلام كله على الاستياتوزس والاستياتو هيباتايتس. طب العيان اللي هو دي كومبنسيتد ليفر ديزيز، التارجت بتاعك هنا ايه؟ ما تدخلش عليه في كومبليكيشن، ما تدخلوش في هايبوجليسيميا، لان عيان جاي لك بكومبنسيتد ليفر سيروز واسايتس اللايف اكسبكتنسي بتاعته مش عاليه، وبالتالي السيفتي اهم. ولما تدور حتى ايفن على الانسولين يبقى البيزل انسولين وباقل جرعه ممكنه، يعني دايما لما بنتكلم على البيزل انسولين يعني شوفوا الفسيولوجيكال انسولين سكريشن 50% بيزل و50% براندين، لازلنا لغايه دلوقتي بنستخدم سلايدنج سكيل اللي كله براندين وما بيديش بيزل. في الحالات زي كده بيزل مره واحده وبدوز قليله، يعني انا عندي في البيزل ثلاث طرق للابيه، يبدا ب 10 وحدات، يبدا 0.1 او 0.1 كل 5 كيلو او واحده كل 10 كيلو، ولو الاي 1 سي عالي قوي ممكن ابدا ب 0.3. في العيان اللي زي ده ابدا ب 10 وحدات وتايتريت اكوردنج للفاستنج، لان المشكله الاساسيه عندك الهايبوجليسيم، مش بس في حدوثها لكن في الريكفري من الهايبوجليسيميا. ده لو دخل في هايبوجليسيميا اللي كان بيعوضه ايه؟ جلايكوجين ستور. طب دلوقتي في ديبليشن للجلايكوجين ستور، وبالتالي لو دخل منك في اتاك في هايبوجليسيميا هيبقى صعب جدا انه يحصل له كنترول، وبالتالي هنا هتختار البيزل انسولين، هتختار الجرعه القليله، وهتحتاج بلاش الان بي اتش والانواع القديمه اللي هي كان ممكن تدخله في هايبوجليسيميا، انت عايز كمان تقلل الجلوكوز فاريابيليتي بتوين الدي، ويبقى سمبل ابروتش للعيان ما يبقاش كل شويه يخش في هايبوجليسيميا. لو شورت اكت يعني هنا يعني الكونكلوجن ناخد ايه؟ يا جلارجين 300
يا دجل ودجل. ليه؟ لانه دول بيغطوا اكتر من 24 ساعه، البيك بتاعتهم قليله، الهايبوجليسيميا والنوكتورنال هايبوجليسيميا فيهم اقل. الحاجه الثانيه الشورت اكتنج، مش هتبعد عن الرابيد اكتنج شويه، لان معظم الناس ما بياخدوش قبل الاكل بنص ساعه، يبقى برضو الرابيد اكتنج انالوجز، لانها هيبقى لو احتجتها وبرضو مش انتنسيف، مش بيزل بولس، ممكن بيزل بلس، يعني تدي له واحده بس مع الغداء، ما تبقاش انت باجريسيف في العيان اللي زي ده. هنشوف هنا الفرق اهو، الفرق اللي فات ده الان بي اتش، وده البيزل انسولين، ده الرابيد اكتنج انسولين، وده الانالوج ازاي بيتارجت الهايبر جليسيميا وازاي يوصلك للبيك اللي انت عايزه. ديفرنت ستيج، اهم حاجه في الانسولين ثيرابي في العيان ده الثلاث حاجات اللي معظمنا بنساهم. اول كلمه اللي قلتها ال 10 وحدات دي اسمها ايه؟ انيشيشن، دي جرعه مبدئيه. بعد كده التايتريشن، للاسف احنا بنكتب جرعه للعيان وتسيبه بالكشف للعاده عشان تشوف. التايتريشن ده مهم، لان التايتريشن ده ممكن يبقى اب تايتريشن او داون تايتريشن، بمعنى ان مش التايتريشن ده انا هزود الجرعه، لانه ممكن يبقى في سيتويشن انفكشن، عيان بياخد كورتيكوسترويد لاي سبب بزود، فلو بعد الافكت ده ما يروح محتاج تعمل داون تايتريشن، وبالتالي التايتريشن ده لازم تعلم عيانك ازاي يظبط، يا يزود يا يخفض. في النهايه عشان انا يعني احاول كونكلود، محتاجين مالتيبل دراج ان كومبينيشن في حته الفاتي ليفر والنفل، لان حاجه تستحق. انا ما بعالجش استياتوزس وما بعالجش الليفيت ليفر انزيمز، انا التارجت بتاعي هنا بريفنشن اوف كارديو فاسكولار ديزيز، ولو العيان ده في مرحله البري دايابيتس يبقى انا ببريفنت الدايابيتس نفسه، فبعمل دبل بينفيت للعيان، برغم ان العيان ابارنت هيلثي، لكن العيان ده محتاج هاي اندكس، ومحتاج ان انت تفهمه انك انت بتلحقه بدري، بدل ما نخش في كل الكومبليكيشن اللي انتوا سمعتوها من شويه، يبقى انا باخد العيان خطوه بدري وبفهمه ان انا بريفنت، بقفل الباب بتاع كل الكومبليكيشن. والكلام ده لازم نعمله دلوقتي، لان بقى عندنا فرصه ان احنا نعمل الكلام ده دلوقتي، زمان ما كانش عندنا فرصه نعمل الكلام ده، ما كان يا متفورمين السلفونيليريا، لو خد سلفونيليريا هيخش في هايبوجلايسيميا، المتفورمين كويس لكن ما كانش بيديني البينيفيشال افكت في حاجات زي كده، لكن دلوقتي عندي دواء واثنين وثلاثه، سواء البايوجليتازون باستخداماته، ما يجيش في واحده وسطو منوزه ودي او واحده عندها اوستيوبروزس ما ينفعش، الاس جي ال 2 في الاستياتوزس، الجي اللي بيون سواء استياتوز او استياتو هيباتايتس يعمل ريدكشن للليفر فات، واحنا محتاجين المالتي ديسبلينري ابروتش في هذا التيم، ان احنا نبقى متعاونين حتى مع الهيباتولوجيست او اندوكرينولوجيست، يبقى تيم ورك يقدر يبريفنت الكومبليكيشن. في النهايه وانا يعني حاولت اختصر الوقت على قد ما اقدر، بدعوكم ان شاء الله الاسبوع الجاي، الاندو اسمه مؤتمر الاندو اسمه، احنا دايما مباراه بعض، الاسبوع الجاي ان شاء الله ويمكن مع شركه اكستريم هتبعت لكم اللينك فيرشوال على مدار يومين، في يمكن الدايابيتس كلنا زهقنا من الكلام في الدايابيتس وانتم زهقتوا من السمع في الدايابيتس، لكن الاندوكراين لسه في حتت كتير سايلنت محدش بيتكلم فيها، احنا عاملين على مدار اليومين حوالي 15 ساعه اندوكراينولوجي تقدروا تتابعوها كلكم فيرشوال، عندنا الثايرويدز اوردر دون بريجنسي، عندنا الاوستيوبروزس، اندوكراينال هايبرتنشن كسبب مالتي ديسبلينري ابروتش، في عندنا الثايرويد نديول بالماي بالابروتش العادي والمايكروويف اللي بدانا نستخدمها دلوقتي في السنجل نديول، عندنا السيروتوكسيكوزس الميديكال مانجمنت والراديو اكتيف قاعدين وجايبين من كل التخصص ده، كل واحد تخصصه يتكلم فيه، المانجمنت هاي سيروتوكسيكوزس بالراديو اكتيف ايودين، الريفراكتوري هايبر هايبوثايرويديزم، مجموعه من البايونير في الفيلد اوف اندوكرينولوجي، عندنا الميل هايبوجوناديزم الجينيكوماستيا، عندنا تشالنجينج كيس شباب وحده السكر في طب الزقازيق، حوالي 10 كيسز تشالنجينج كيسز كلها كيسز من الاندوكراين سوسايتي، بحيث يبقى في انتر اكشن وهيبقى فيها دسكشن كويس عليها. عندنا محاضره على الاديسون ديزيز الدكتور ناصر الجهني وبروفيسور فرانشيسكو جورجينيو هيكلمنا على الدايبيتس مانجمنت وير ار وي ناو، المحاضرة رائعة جدا عن الدايابيتس، مختلفة شوية عن اللي احنا بنسمعه، لأن فيها كل الأبديت اللي جاي وإزاي نبريدكت الريسبونس والماركت هيتيروجينيسيتي في الدايابيتس مانجمنت، إن مفيش عيان زي التاني والفيوتشر بتاع الأنتي دايابيتك ميديكيشن. عندنا برضو سيشن على الإنسلين تلوما سواء بتويتري أو أدرينال أو ثايرويد. ده وفي برضو موضوع عن البيدياتريك اندوكرينولوجي، مواضيع يمكن اللي اتقال أول مرة، الهايبوجلايسيميا في نون دايابيتك تشايلد، ده من دول التشايلد اللي بيجي لك بريكارنت فراكشر، ازاي تشك ازاي تبدا تشوف الكالسيوم بتاعه. انا حاولت يعني استغل المحاضره لان انتوا يعني انا شايف الناس يعني الحمد لله يعني بيقاوموا، ان شاء الله نسعد بكم الاسبوع اللي جاي، وبشكر الدكتوره لبنى الدكتوره ولاء الدكتور صلاح على التعاون في صراحه.